اخبار اليوم. تمام، هو في الكنترولز هنا اول حاجه ده اسمه اليوك. تمام، ده مسؤول عن حركه الطياره، الجناح زي ما شايفين جناحات الطياره دي حاجه اسمها الايلرون، الجناح بيميل يمين وشمال. تمام، في حاجه اسمها الرادر او الدفه اللي انا بحركها برجلي، شايفين الدفه ورا في ديل الطياره بتتحرك يمين وشمال، وفي اليوك برضو لما بسحب عليا الاليفيتور اب وداون. تمام، طبعا عشان خاطر ابتدي اعمل تيك اوف لازم هنا عندنا السرعه، ادي العدادات الرئيسيه، ده عداد السرعه. تمام، بيبين لنا السرعه بالعقده اللي هي النوتس. طبعا كل طياره ليها سرعه معينه ما تقدرش تعمل تيك اوف قبلها والا بتدخل في حاجه اسمها ستول. هنا عندنا الطياره دي بتطلع على 160 عقده. بعد كده ده اتيتيود انديكيتور، وضعيه الطياره، بصه لفوق بصه لتحت، مايله يمين مايله شمال، يعني ال 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 وضع الطياره ان ريليشن ويز الهورايزون او خط الافق. ده الارتفاع عن مستوى سطح البحر. هنا ارتفاعنا احنا على الارض بس ارتفاعنا 390 قدم عن مستوى سطح البحر، لان مطار القاهره مرتفع شويه. معدل الارتفاع الراسي، الطياره بتطلع ولا بتنزل، ودي البوصله اتجاهنا 300 اتجاهنا حاليا 225 درجه. دي النافيجيشن ديسبلاي بتورينا المطارات والفلايت بلان لو حاطين فلايت بلان مسبقه. احنا هنا باين اتش اي سي اي، ده مطار القاهره، جنب منه في اتش اي اي زد او بننطقها بلغه الطيران، ما بنقولش اتش اي، بنقول هوتيل ايكو الفا زولو، كل حرف له كلمه بحيث اما تسمع على الراديو ما تتلخبطش فيه. هنبتدي اننا نعمل تيك اوف. طبعا ده الثروتل او السرعه للطياره. تمام، هنبتدي نعمل الثروتل، نزوده ل 100%، وبعد كده الطياره هتبتدي انها تتحرك. بنتحرك طبعا على الارض بالرادر او دواسات الرادر، مش بتحرك بالايلرون. هفضل استنى لغايه اما السرعه توصل، زي ما احنا شايفين السرعه هنا اهي بتزيد، بقت 60. تمام، فاول ما السرعه توصل ل 160 هبتدي اعمل بول، اشد اليوك عليا عشان الطياره تبتدي اعمل تيك اوف. طبعا لازم اشد بمعدل معين، فلازم طبعا يكون في ريت معين اللي بعمل بيه الكلايم. في عندنا هنا دي لوحه الاوتو بايلوت اللي بدخل عليها الارتفاع اللي انا عايز امشي عليه والسرعه اللي انا عايز امشي بيها، والاوتو بايلوت طبعا بعد التيك اوف بيحط طياره على الاوتو بايلوت. طب دلوقتي سرعتنا 140. تمام، وانس اننا على ال 160 نقدر اننا نبتدي نعمل روتيت، نبتدي نسحب اليوك. 160 عقده 160 عقده 160 نوتس. تمام كده عملنا التيك اوف، بندخل العجل للطياره. تمام، طبعا في التيك اوف برضو اخلي بالي ان سرعتي ما ينفعش انها تقل، لان السرعه لو قلت الطياره هتقع جامد. طبعا بعد التيك اوف، طبعا في الطياره الحقيقه المفروض انا بكون على اتصال ببرج المراقبه في كل خطوه انا بعملها. تمام، ده طبعا متاح للسيميليتور بس مش قادرين اننا نطبقه يعني بحذافيره عشان طبعا المقابله. بس دي عدادات الطياره بقى كلها من جوه، وانس اني احطها على الاوتو بايلوت. تمام كده الطياره بقت هي الطياره كده سايقه نفسها، انا كده الطيار يقدر ان هو يسيب ايده من على الكنترول. تمام، وكده الطياره بقت على الاوتو بايلوت. طبعا الطيارات الحديثه التحكم فيها بيكون اقل ما يمكن لغايه اما انها ممكن لغايه اما توصل للديستنيشن المطار اللي هي رايحاه، هي بتحود في الواي بوينتس بتاعتها وبتعمل كل حاجه.